السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة منوهة اسئلة. اليوم جينا بواحد الفيديو غريب شوية، حيتاش ما كنتش غنديرو، ولكن عيطوا ليا فهاد اللقطة الزوينة. واحد الخروفة او حولية حاملة وبغات تولد، مبغاتش يخرج لها، يعني اضطروا يعيطوا الشخص هو اللي ولدها باش يعاونها باش تولد. المهم دار لي عليه، وخا طولات الوقيتة، يعني بزاف طولات الوقيتة، تقريبا شي ربع ساعة عاد ولدوها، يعني بطريقة زوينة أول مرة شفتها. يعني شي حاجة بسيطة، يعني ماشي شي حاجة اللي ما كايناش، يعني شويه الزيت وميكات جديدين، يعني ما عندهمش ليكات، يعني عرفتوا الناس تاع الباديه كيكونوا بعاد عليهم الفارماسيان، كيكونوا بعاد عليهم، يعني هذا الشيء اللي يقدروا يولدوا به، يعني كيولدوا بشي حاجه اللي بسيطه، ميكات وشويه تاع الزيت. حنا الناس عندنا كتجينا شويه غريبه، كنقولوا علاش لنا هما ليكات، ولكن راه ضروري في احكام، يعني ضروري غيولدوها، يعني الا ما ولدوهاش تكون عواقب واحده اخرى. ايوا الطريقه باش كيولد اي واحد، هادشي اللي كاين. ولدوها يعني كيخرج كيف بنادم، يعني الطريقه تاع بنادم، يعني كيف كيخرج كيخرجوا اليدين هما الاولانيين، كيتقعوا الراس. بقاو معانا باش تشوفوا الطريقة وكيفاش ولدات بواحد الطريقة عجيبة، يعني بالضحك كلشي ضحك، كلشي ضحك، وهي فاش ولدت. زعما تبارك الله على الناس تاع الباديه، كيدير طاني وراسهم باي حاجه، باي حاجه، المهم كيعتقو، كي كان بنادم كي كان حيوان، كي المهم كيعتقو. انا حضرت لواحد الماء تما جاها الوجع، وما كانش القابله عندهم تما، يعني بعيد عليهم باش يمشيو يجيبوها، واضطروا ان غير العيال تاوع تما تاع الفيلاج ولدوها وتبارك الله هذا العام فاش رجعت لقيت البنت، تبارك الله ما شاء الله، يعني بحوايج بسيطة اللي كيقدروا يعتقوا بنادم، يعني بنادم حيوان كيما بيكون، يعني كيقولوا فيهم حسد، دغيا كيسر ليهم الله. بنادم اللي مكيكونش فيه الحسد دغيا كيسر ليه الله، عايشين بداكشي اللي قسم الله وفرحانين وناشطين الحمد لله. كوكي ولدات على سلامتها، ولدات خروفة زوينة. الدواء دابا عند ما بس تما، سبحان الله، بحال بنادم، يعني تاع بنادم باش كيولد كيعطوه لوليدو باش يشم ريحة مو، سبحان الله. ايوا اللهم يسر المهم، هذه هي الولادة تاعكم. كنتمناو يعجبكم الفيديو، كنتمناو يكون في المتناول، كنتمنى تدعمونا وتشاركوا معنا الفيديو مع الأصدقاء، وغنخليكم معكم كيفاش تكبر، غنوريكم اليومية ديالها.